المهم بالنسبه للمبادره ديال اليوم هي مبادره اللي زوينه بزاف، خصوصا بالنسبه لهاد الفئه المهمشه بزاف ديال الناس اللي مالوغوزمون بزاف ديال الناس ما كيعطيوهمش القيمه ديالهم. بون كعضو في هذه المبادره هذه كنشكر بزاف الناس ديال بلادي اللي عطاونا الفرصه اننا نتعاملوا معاهم هذا النهار، وخا سي لا ثروزيام فوا اننا نتلاقاو معاهم ونخدموا معاهم بحال هكا، وفرحانه بزاف وكنشجع اي واحد الا كان بالاستطاعه ديالو انه يعاون هاد الناس ولو بشي حاجه بسيطه. وفاء محبوبي ريسبونسابل كومونيكاسيون سوغيغ ديسبوار كلوب ديال لو اس جي اكادير. اليوم حنايا في واحد الحمله ديال النظافه اللي بشراكه مع المجلس البلدي ومجموعه من الجمعيات. حنا اليوم بدينا في حي تالبرست، بدينا النظافه ديال الاحياء مع عمال النظافه، وصراحه هاد لاكسيون هادي كانت زعما من اجل سونسيبيليزاسيون ديال المواطنين، وباش كل مواطن يشوف باللي الحي ديالو محتاج ليه، وكل واحد فينا يبدا يتحرك ويحارب على النظافه ديال الحي ديالو وبالاحرى البلاد ديالو. هاد لاكسيون هادي ماشي الاولى، ولكن راه ديجا بدات ديجا هادي 15 يوم في حي السلام، وحنا صراحه فرحانين حيت هاد لاكسيون كدار وكتعاود. ان شاء الله تكون استمراريه، وكنشكر جميع عمال النظافه اللي واقفين ومحاربين من اجل النظافه ديال البلاد ديالنا. السلام عليكم، معكم يسرى من كلوب سوسيال ديال لو اس تي ديال اكادير. اليوم عندنا ان ايفينمون سوسيال مع لي ستوديون اكطويل ديال لو اس تي. ديجا كنديروا لي زيفينمون سوسيال بحال هكا. اليوم جينا ان شاء الله ليكول ديال تالبرس، مدرسه التقدم اللي هي تقريبا اقدم ايكول هنايا في اكادير، خاصه شويه ديال غياميناجمون سي بوغ سولا جينا، وبغينا نديروا لانيماسيون الدراري الصغار كوم دابيتو. عندنا كنديروا البانتور جارديناج لانيماسيون الدراري الصغار وكلشي، ولو بوت ديالنا هو ان شاء الله نقدو لهم دراستهم ونفرحوا هاد الوليدات الصغار. درنا لهم ورشات ونشطناهم وحاولنا اننا نرجعوا لهم ليكول ديالهم في احسن حال على ما كانت قبل، وشكرا. السلام عليكم، معكم منى قوبي، عضوه في النادي الاجتماعي ديال المدرسه العليا للتكنولوجيا. جينا اليوم خصيصا باش نفرحوا الوليدات ونخلقوا لهم واحد المكان اللي غادي يخلق لهم واحد الجو ديال القرايه ويفرحهم بزاف. وكنا درنا بزاف ديال الانشطه، وحنا بالضبط متخصصين في الانيماسيون، حنا ايكيب ديال الانيماسيون اللي كنديروا لهم الكلون، تنشطوا معاهم، تنديروا لهم العاب حركيه ولا اناشيد حركيه. المهم هادشي اللي كاين. تفاعلوا معنا مزيان وعجبوني بالضبط ديال الدراري، حيت اصعب حاجه هي تضحك دري صغير، والدراري الصغار هنا ناشطين زعما غياجوا معنا مزيان. السلام عليكم، انا هاجر، عضوه في النادي الاجتماعي ديال المدرسه العليا للتكنولوجيا اكادير. جينا اليوم لهاد المدرسه هادي، مدرسه التقدم في تالبرست، باش اننا نقادوا هاد المدرسه، نديروا واحد الغياميناجمون، وجينا نديروا بزاف ديال الانشطه مع الدراري الصغار، بزاف ديال لي جو، بزاف ديال لي دونس، وندوزوا معاهم نهار زوين. الاسم سلمى الخباز، طالبه بجامعه ابن الزور في المدرسه العليا للتكنولوجيا. اليوم حنا متواجدين في واحد المبادره، هاد المبادره بشراكه مع المجلس البلدي اكادير ومجموعه من النوادي وحداخرين وجمعيات. بالنسبه للمبادره هي كنحاولوا اننا نمروا فيها رسائل تربويه، رسائل ديال المحافظه على البيئه. حاولنا ان نكونوا لجان، بين هذه اللجان كانت لجنه النظافه ولجنه التشجيع. لجنه النظافه تكلفت بان نظفت المؤسسه، مؤسسه التقدم حنا كاينين فيها حاليا، مؤسسه التقدم نظفت المؤسسه ونظفت لنا المؤسسه وصيقه الاقسام ونقاتهم. كاينه اللجنه ديال التشجير تكلفوا بالاشجار وزرع النباتات في المؤسسه وجابوا دي بلون وقادوا كيحاولوا انهم يزينوا هذه المؤسسه من جديد. وكانت عندنا عاوتاني كوميتي واحد اخر ديال اللجنه اللي كانوا مكلفين لنا بالصباغه، اللي هما حاولوا انهم يديروا لنا رسومات. كاينين خدامين هما من البارح بالليل، جاوا من البارح مع 6 العشيه وهما بايتين هنايا كيتراسيو، وباقي لحد الان خدامين وكيحاولوا انهم يعاودوا الصباغه ويديروا رسومات اللي هما كيمروا واحد الرسائل اللي هما كيكون تربويه. كاينه لجنه عاوتاني واحد اخرى، لجنه اللي كانت فيها ورشات، من بين الورشات اللي عندنا ورشه الرسم اللي غادي تكون عباره عن مسابقه
مسابقه ثقافيه، ورشه ديال الاعمال اليدويه، وورشه ديال التوجيه، وورشه ديال التحفيز. عاد باش عندنا عاوتاني كاينه كوميتي اخرى ديال لانيماسيون اللي غادي تكلفوا لنا بليكلون بالتنشيط ديال الاطفال، حيت حنا اليوم درنا على عباره عن صبحيه في نفس الوقت حنا كنديروا النظافه وكنديروا هذه المبادره، وفي نفس الوقت كنحاولوا ان نشطوا ذاك الدراري الصغار وكنحاولوا ان نوفيهم هذه المبادره باش حتى هما كيعاودوا انهم يديروا نفس الحاجه. صافي. كيفاش تفاعلوا الاطفال مع هذه الورشات هذه؟ بالنسبه للاطفال لقيناهم فرحانين، زعما عجبهم الحال، بالاخص ملي كتشد لي الخاطر تلاقاو الناس مع ملي خدموا تلاقاو فرحوا هما حين جينا عندهم حنا المدرسه وكنعطيوهم الخاطر وكنمروا لهم رسائل وفي نفس الوقت اناشيد وكل شيء. في قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.